السلام عليكم، مساكم الله بالخير. انا قبل فترة سويت طريقة البندول هذه، طبعا اللي هي راس بلاك نحاس وخيط. المفروض ان الخيط يكون طويل على اساس انه يتحرك على راحته، وقلت ان طريقة الفحص انه لما يدور بالشكل هذا معناته نثية، واذا قام يروح ويجي معناته ذكر. في احد الاخوان الله يجزاه خير نبهني على معلومة ما كنت اعلمها صراحة، وكنت استغرب ان مرة تطلع لي يطلع صح ومرة يطلع غلط، بس غالبيته الحمد لله كانوا ياي صح. مو مشكلتنا هذه، المشكلة ان لازم نركز على شغلة واحدة. الطير اذا كان وجهه شرق ولا غرب، الدائرة تطلع نثية لما يفتر نثية، ولما يروح قدام يرجع كذي هذا ذكر. لكن إذا وديناه شمال، وجهه شمال أو جنوب، تعطينا العكس، النثية هي اللي تروح وترجع والذكر هو اللي يفتر. فالحين أنا بجرب، الحين وجه الطير على الغرب، شوف الحين نمسكها على خفيف وثبتها شوي ونرفعها، قامت تدور، هذه معناتها نثية. زين، خلي وجه منك اليوم. زين، الحين جينا خلينا وجهها شمال، حلو، حطنا طبعا المكان يكون هنا بالضبط، نرفعها شوي، قام يروح ويرجع. طبعا ما في تحكم من ايدي، ايدي ثابتة، بس لان الخيط طويل قاعد يتحرك. فالمعلومة هذه جديدة علي، والله يجزاه خير اللي علمني، اللي كنا انت خربط فيها. بلين طلع ثاني، طبعا هذه نثية، اذا وجهها غرب وقامت تفتر نثية، واذا وجهها شمال وقامت تروح ترجع هم نثية، لكن اتجاه وجه الطير هو اللي يختلف. طبعا هذه ما فحصناها لحد الحين، هذا اول فحص لها. الحين نخلي وجهها غرب، طبعا هذه ذكر، انا ما اخذها على اساس انها ذكر، يبين الحين انا قامت تروح وترجع، انا اشوفها تروح وترجع. وجه الصوب الثاني حطها هني، المفروض انها تدور الحين، خلني ارفعها، الله يجزاه خير اللي علمني هالحركة، والله اني كنت متأكد انها تضبط، لكن كل مرة تختلف. اما مع التجربة هذه بينت الفكرة ان وجه الطير يعكس. نعيدها ثاني مرة بالتأكيد، اذا وجه الطير شمال او جنوب. لحظة، ودي وجه منك مليون، خلي وجه منك، لو انا جربت شمال نجرب، جرب جنوب قصدي، لا وجهه كان شمال الحين وجهه جنوب. زين، المفروض انها تفتر، ايوه، لا المعلومه صحيح، معلومه صحيحه، وهذه التجربه جدا، والله يعطيكم العافية.